لكم خروجها في التوقيت المناسب الى خارج ارضيه الملعب. فرصه للعين في منتصف ملعب المباراه، وصلت في الجهه اليسرى، ترسل عرضيه، محاوله مستمره لك من امام اللاعب ادوارد، هو اللاعب الاجنبي الوحيد بالمناسبه في الفرنسي فالنسيا الامارات منتخب الامارات ناشئين والنادي الاهلي في تلك البطوله، كانت النسخه الاولى في عام. لاعب كبيره منتظره، كره ملعوبه الان لصالح العين، محاوله عينويه في الجهه اليسرى، يا سلام عادت مجددا مرتده الان للعين. العين اللي تراجع نوعا ما في الدقائق الماضيه على عكس ما كان عليه في الدقائق الاولى من هذه المباراه، خطا يحتسب للعين. شوف هذه التمريره الذكيه جدا، شوف هذه التمريره الذكيه جدا. على ما سمعكم اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه العين، كره لمصلحه الزعيم اللي انهى. Thank you.